السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل، ما هو طلبك؟ طلبي بسيط، أنا رجل أحب القانون، أريد رخصة صيد لطراد جديد. ترخيص جديد؟ والطراد جديد. للأسف لا تراخيص حاليا. حسنا، أنا اشتريت سفينة خشبية. أيضا لا تراخيص جديدة لجميع أنواع السفن. والسبب؟ السبب هو أن عدد السفن الحالية يفوق قدرة ورقعة المياه الإقليمية الكويتية، واستمرار التراخيص يشكل تهديدا للمخزون السمكي في بحرنا، ولهذا وتنفيذا للاستراتيجية العليا والإطار الخاص بقطاع الثروة السمكية وحماية للمتحدية السمكي، أصدرت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عدة قرارات تنظيمية أوقفت بموجبها فتح أي تراخيص لأي نوع من أنواع السفن، سواء كانت خشبية أو حديد أو فايبر جلاس، وينبغي التزام الجميع بتنفيذ القرار. حسنا، أريد تجديد رخصة الطراد الذي عندي. هذا ممكن، سأشرح لك الإجراءات اللازمة لتجديد رخصة السفينة. لتجديد رخصة سفينة الصيد ينبغي الحصول على شهادة معدات السلامة التي تصدرها إدارة المسح البحري بوزارة المواصلات، على أن تكون سارية المفعول لمدة سنة. ثم يقوم المساح البحري بإدارة الثروة السمكية بالكشف على السفينة أو الطراد للتأكد من صلاحيتها لممارسة مهام الصيد وصلاحية معدات الصيد. إذا كانت الماكينة بقوة 100 حصان أو أقل، فالرسوم السنوية المستحقة هي 5 دنانير. وإذا كانت الماكينة أكثر من 100 حصان، فالرسوم المستحقة هي 10 دنانير سنوية. يعتبر ترخيص الصيد ساري المفعول لمدة سنة كاملة من تاريخ سداد الرسوم المستحقة. إذا فقد الترخيص يمكن أن نستخرج لك بدل فاقد أو بدل تالف إذا وجدته ممزقا. حسنا، سأخبرك. وإذا كان الترخيص قد ضاع، أريد أن أستخرج ترخيصا جديدا بدل فاقد اليوم. اليوم غير ممكن. أرجوك، هذه الأيام موسم صيد، وأرجو أن لا تفوتني الفرصة. هل تتصور أن بدل الفاقد يستخرج في يوم واحد؟ روتين. لا لا، ليست المسألة مسألة روتين. يجب أن نتقدم بطلب استخراج بدل فاقد، بعدها يتم الكشف على ملف السفينة وتتم إجراءات المتابعة والتدقيق، ثم يستخرج لك بدل فاقد لمدة سنة من تاريخ صدور الترخيص الأصلي المفقود. الإجراءات لا تستغرق وقت، لكن التدقيق واجب لمصلحتك ومصلحة الجميع. إذا رغب صاحب السفينة أو الطراد بنقل الملكية للترخيص لشخص آخر، يتقدم بطلب لإدارة الثروة السمكية يضمنه رغبته في نقل ملكية السفينة أو الطراد لشخص آخر، على أن يكون الترخيص الأصلي ساري المفعول ولم تنقل ملكية السفينة أو الطراد لمدة سنة كاملة سابقة على طلب نقل الترخيص. تكتب إدارة الثروة السمكية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لإشعارها بنقل الملكية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ومنها إلغاء العمالة الممنوحة للمالك السابق. لم أجد الترخيص. أمستعد لإجراء طلب بدل فاقد؟ نعم. تفضل، هذا هو طلبك. هذا هو الطلب؟ نعم. لا 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 لا، جاءتني فكرة جديدة، أريد أن أستبدل الطراد الذي عندي. هذا ممكن، يمكنه أن تقدم طلبا تعرب فيه عن رغبتك باستبدال الطراد وتوضح الأسباب. مستعد. بشرط أن تكون قد مضت سنتان
على آخر عملية استبدال. لم أستبدله من قبل. وإذا كنت اشتريته عن طريق نقل الملكية من مالك آخر، يجب أن تكون قد مضت سنة على ذلك. لم أشتريه من مالك آخر، اشتريته جديدا. حسنا، بعد تقديم الطلب هناك إجراءات سأشرحها لك. تفضل. بعد صدور الترخيص الجديد لا يمكن استبدال الطراد أو السفينة إلا بعد مرور سنتين. لو سمحت أريد أن أسأل سؤال أخير. اسأل كما تشاء، خذ راحتك، نحن هنا للرد على كل الأسئلة، نعمل لراحتك ومن أجلك. شكرا. افرض أنني أريد أن أحول الطراد الذي عندي إلى سكران وأن أشتري طرادا جديدا، هل يسقط حقي في الترخيص السابق؟ لا طبعا لا يسقط حقك، بل تبقى متمتعا بالحق ذاته، سوى أن هناك إجراءات خاصة لذلك. أولا، تتقدم بطلب تبدي فيه رغبتك في تحويل الطراد أو السفينة إلى سكران. حسن، وبعد؟ ترفق بالطلب كتابا من وزارة المواصلات يتضمن قيامها بتكهين الطراد وعدم ممانعة على منحك شهادة سلامة للطراد الجديد. عفوا، ماذا تقصد بالتكهين؟ التكهين هو تكسير الطراد وتحويله إلى ذكرى. وبعد هذا؟ يتأكد المساح البحري من أنه قد تم تكهين الطراد. حسنا، وبعدها؟ بعد الإجراءات التقليدية يقوم المساح البحري بمعاينة الطراد الجديد للتأكد من صلاحيته، تدفع الرسوم، يصدر الترخيص الجديد ساري المفعول لمدة سنة.